الان راح نبدا مقادير الطبق الرئيسي. عندنا ملح، فلفل اسود، كمون، ثوم، عكري، عندنا رند وزعيطره، عندنا فلفل حلو قطعنا على هذا الشكل، طومات كيف كيف، والبصل. عندنا البصل على زوج كيفيات، عندنا اللي رحيناه واللي قطعناه دي غوندال على الشكل هذا. عندي زبده وثلاث حبات روجي دروش. اما اليوم في طيابي اخترت صلصه طماطم سيل بالزيتون. والان راح نبداو في تحضير الكيفيه. نجيب الزيت تاعي، نديرها في المقله، راح نحرك الزيت تاعي بهذه المغرف، حركتها بالمغرف باه ما تلصقليش الزبده كي نحطها، ما تلصقليش في المغرف. راح ندير البصل تاعي زي الحينة هكذا مع الزبده، ندير لي زيبيس تاعي. ملح، فلفل اسود، فلفل الكحل كما نعرفو الحوت لازم يحضر الكمون وبزياده. هذا تاتو. والان نبدا ندير شوية عكري، والآن راح نروح لهذوك الوريقات تاع الروند تاعي مع الزعيطرة. راح نحركهم مليح هكذا، فوالا ونحطها هنا. الآن راح نزبد المقلة تاعي، نطفيها، راح ندير كامل الثوم هكذا، هكذا، الكيفية هذي، فوالا. الثوم يدخل في الحوت تاعي هكذا مليح.
وراح نحط الحوتات اللي كنت خدمتهم مقبل هكذا. والآن خدمتهم هكذا، والآن راح ندير لهم لا طوماط. لا طوماط كي راح ندخلها في الفرن راح تعطي الماء تاعها للحوت اللي راني درتو لداخل هكذا. فوالا كي تبدا تفوند على الحوت الماء تاع هذاك يدخل في الحوت. فوالا يدخل كامل في الحوت. فوالا راح نزيد في الاطراف. وراح ندير الطرشي خبيت الحوت تاعي كامل. الآن راح ندير هذا الزبدة من الفوق ونخليها تحبط على الخضر اللي راني دايرها. الآن نزيد شوية صلصة طحين هنايا في المقلاة تاعي. راح نحرك مليح هذيك الصلصة اللي كانت عندي وراح نديرها هكذا من الفوق ونخليها تحبط عليه. والآن الحوت تاعي راه داخل وكلش راح يحبط عليه. دوك ما بقى لي غير الحوت تاعي نديرو في الفرن على 120 درجة مدة نص ساعة، نشعلو من الفوق ومن التحت ويكون إن شاء الله جاهز. نص ساعة نشعلو من الفوق والتحت ونخليه يطيب. والآن أعزائي المشاهدين بعد ما راح نعطيكم المقادير تاع روجي دروش على الشاشة ومن بعد راح نروحو طبق السلطة. أعزائي المشاهدين بعد ما خذيتوا مقادير الطبق الرئيسي راح نروحوا للسلطة. السلطة اللي عندنا كما راكم تشوفوا ميلونج دو ليغيم، عندنا لام لاموطاخ، ثلاث حبات بيض، شوية ملح وشوية زيت. والآن راح نروحوا كيفية التحضير. راح نجيبوا ليغيم تاعنا نديرهم كامل هنا. بعد ما كنا فورناهم درنا لهم شوية ملح. والآن راح نديرو لاموطاخ. ندير ان بيسيتاد منكترش باسكو كنت ديجا فورتهم في الملح. هنا وراح نخلط ندخل لاموطاخ هذيك مليح في الخضر اللي راهم هنا هكذا. ريحتها لاموطاخ مع الخضره ريحتها راهي تشهي. فوالا هكذا. وراح نجيب البيض تاعي لهنا كيف كيف ان بانسيتاب. فوالا ونجيب فورشات ونخلط البيض تاعي. هنا نخلط البيض تاعي مليح. نخلطو حتى نشوف صفار البيض دخل في بياض البيض مليح هكذا. راح الآن
نروح نسقمهم هكذا على الطريقة هذه، نخدمهم هكذا ونخلي به يدخل للبيض، ما نسيش نحبطهم مليح به البيض ما يمشيش في وسطهم هكذا، به نخلي البيض يمشي في وسطهم. ونبدأ هكذا راح نجيب صار الطبق تاعي نقدر نديره في الفور، نديره حوالي 15 دقيقة 10 دقائق حتى 15 دقيقة ونخليه يطيب غير بالعقل. بعد ما يطيب راح نخرجه ونقطعه تيدرونش ونحضره. والآن بعد ما راح تاخذوا المقادير تاع السلطة تاعنا راح نروحوا للطبق التحلية. أعزائي المشاهدين، بعد ما خذيتوا مقادير طبق سلطة راح نروحوا تحضير التحلية. والآن راح نروحوا كيفية تحضير كوب دو فغوي بالبسكوي. عندنا بانان وكيوي كنا رحيناه في مغرف سكر ونص كاس تاع لاتاي حليب. عندنا فراولة راح نحضرها كما حضرت قدامكم، خليتها بالعاني باه نحضرها قدامكم وتشوفوني كيفاش حضرت البنان وكيوي. عندنا قطع فراولة مع كيوي للتزيين مع حب الملوك، والبسكوي اللي راح نسيبارو به ما بين الفواكه. والآن راح نروحو كيفية تحضير وانا الفراس تاعنا. راح نجيب ميكسير تاعي هكذا، خليه هنا، راح ندير حوالي مغرف ونص حتى الزوج تاع السكر، وراح ندير نص كاس تاع لاتاي حليب فوالا، وراح نرحيهم هكذا. فوالا هنا هذه كيفيه ميكسر تاعي هنا. والآن نجيب البنان تاعي، راح نديرو نجيب ملعقة صغيرة خير تساعدني خير من هذيك هنا، راح ندير البنان تاعي. تشوفوا كيفاش راه ثقيل، ماهوش جاري باسكو ما درتلوش الحليب بزاف. فوالا راح نعملو هذه كيفية هكذا، نمشيه كامل هكذا، ونقصت راح نحي، ونقصت هكذا راح نحيه. راح نزيد بسكوي اللي هو لونغ دو شا بالعاني، خلينا هذه بقى تعرف، البسكوي اللي استعملناه راح ندير داخل هكذا، سي نمشيه كامل باه ما يحبطليش الكيوي على البنان، ندخل يدي مليح لداخل هكذا، وراح نزيد الكيوي.
نهزكوش بعد المختلط ليه بكيوي وراح ندير هكذا بالكيفية هذه الأطراف كامل هنا راح نمشي كذلك هنا هكذا وراح ندير البسكوي مرة ثانية هكذا والآن راح ندير الفلاس تاعي اللي كنت رحيتو قدامكم حالكم مليح وراح نوفره غير بالعقل من الفوق هكذا راح نزيد البسكوي هكذا وش الاخراني من فوق لا والان على الطريقة هذه راح ندير فطرة تاعي هكذا سيجار أولا هذا ندير وحدة أحسن هنا ونحط الشرائح تاع الفراز هكذا لا نخبيهاش شوية والآن راهي واجدة للتقديم بعد ما راح تاخذوا مقادير تاع فاكهة تاعنا اللي جهزناها هكذا شكلناها معاكم راح نروحوا فاصل ونعاودوا نقولوا لكم